صور كابتن برضو، صورة وتعليق من حضرتك، تعلق على صورة تظهر أمام حضرتك المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي. أنا بسلم عليك يا باشمهندس، وأتمنى التوفيق طبعا لحضرتك ولباقي المجلس يعني، وأتمنى إن أنت ما تدخلش حد، امنع تدخلات في فريق الكورة، ولا جماهير ولا أصدقاء ولا أي حد. تمام يا كابتن. كابتن حمزة الجمل، الفترة اللي فاتت يا حمزة، الفترة القصيرة اللي أنت مسكت فيها كانت فترة موفقة جدا، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ولازم تشد على فريقك وتمسك على فريقك يعني، وما تدخلش حد يتكلم مع اي حد ولا لاعب ولا كده. حسني عبد ربه كابتن. حسني طبعا انت يعني المفروض شغل اداره الكوره بتبقى اداريه، مدير الكوره شغل اداري اكتر، فاتمنى ان هو يبقى يتمالك اعصابه شويه في الملعب، ويساعد حمزه في كل طلباته. يعني كل طلبات الكابتن حمزه ما يخص الاداره هو كابتن يلبيها بالظبط كده. تمام. فيريرا كابتن. فيريرا اتمنى لك التوفيق الفتره اللي فاتت، لان انا الماتشين دول يمكن عملوا هزه شويه لاسمك، وانت جيت قبل كده باسم كنت كبير جدا الفتره اللي فاتت، واسمك كبير مازال كبير يعني، فاتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك على المأزق اللي انت فيه. طيب موسيماني ده اللي اتمنى له التوفيق بقى بكره كابتن. موسيماني انت كبرت بالنادي الاهلي، وانت يعني انا ما سالتش لعيبه في النادي الاهلي يعني على يعني قدر كفاءته، لكن انا متاكد يا موسيماني ان النادي الاهلي هو اللي عملك، وعمل مانويل جوزي، وما عمل كل المدربين العظام اللي مسكوا النادي، لان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، والنادي الاهلي هو اللي بيخلق او بيعمل مدرب. باهر محمد يا كابتن. باهر انت كابتن كبير ولاعب كبير، واتمنى عودتك للمنتخب القومي ان شاء الله. اتمنى له التوفيق طبعا. باهر من اللعيبه الكويسه، ووجوده كمان في الفتره اللي فاتت واحرازه الاهداف حتى لو ضربات جزاء بتدي له ثقه للعوده مره اخرى كابتن بقوه ان شاء الله. كابتن صبري نور، شرفت. ربنا يخليك. بسعد بوجودك كابتن، ان شاء الله تنورنا مره ثانيه وثالثه. ربنا يخليك. حبيبي كابتن. اشكرك كابتن صبري، وبشكركم ان شاء الله يعني ليله المباراه دي، ودعواتكم بقى ان شاء الله، كل دعوات الاهلاويه والمصريين للنادي الاهلي غدا. مباراه صعبه، صعبه، مباراه مهمه في تاريخ النادي الاهلي. قادرين اللعيبه والجهاز الفني على العوده بهذه البطوله؟ هتتحسب. تحسب ان النادي الوحيد اللي احرز هذه البطوله بالشكل ده 3 مرات متتاليه، هتحسب للاعبين في تاريخهم ان ده حصل، هتحسب للجهاز الفني والاداره، جماهير كده كده بيتحسب لها كل حاجه. يعني بدايه من اول بطوله للنادي الاهلي حتى اخر بطوله هي الجماهير اللي بيتحسب لها كل ده. في الاخر هي بتحب فريقها، بتحب ناديها، بتحب ان هو يكسب على طول، وده اعتقد وفاء جماهير النادي الاهلي دايما لفرقتها